البودكاست اللي قاعدين نتفرجوا عليهم، عديد البرامج قاعدين نشوف فيهم على الديجيتال قاعدين يحققوا في أرقام قياسية، وكل مرة يكون فما بودكاست جديد. اليوم نحكيه على بودكاست جديد اسمه نورت، نلقاو إن شاء الله غدوة الحلقة الأولى من تقديم الإعلامية الجميلة وزميلتنا في ديوان فام زينب الملكي. خلينا نرحبوا بها تتسويت في ألوستار. ألو ألوستار زينب، أهلا وسهلا. يا صباح النور، أهلا وسهلا. مرحبا، شكرا لك، تحية لك أنت لفريقك الكل ولكل يسمع فيك على أستاذ. يعيشك زينب، مبروك ساعة البودكاست الجديد نورت. حلو الاسم زينب، هكا في برشا بوزيتيف فايبس، في برشا نوار. في برشا نوار، في برشا بوزيتيف فايبس، في برشا انتيميتي. الحقيقة خممنا برشا في الاسم مع الفريق الكل نتاع ريد بيبر ايجنسي، قعدنا حكينا مع بعضنا وبعد قالوا لي انت كي تكتب ديستاتي ديما تحط نواره، شنو هي الحكايه؟ بعد قلت لهم وفات نواره وقت اللي انت تشوفها كلكان، وقت اللي تحكي له بحقيقه قول عليك تتحل كيما النواره قدامه. حكينا زاد كيفاش وقت اللي نبته تخرج من القاع لازمها برشا مجهود، الناس ما يراوهش المجهود هذاك الكل، لازمها زاد التخون نتاعها والجذع نتاعها يكون دور باش تنجم تواجه الريح وتواجه الحياه. ومن بعد قبل ما تثمر بالضبط لازمها تظهر، اللي هي لا بارتي لا بلو فراجيل. دونك النواره هذيك بالنسبه لي انا هي قول عليها تلخص لو باركور الكبير نتاع التجربه الانسانيه لشخص ما. وقت اللي يبدا الى سيوم الجزء لو بلو فراجيل فيه وقتها بالمجد يبدا يثمر. فحبيت ان النواره هذيك تكون الرمز نتاع اللي باش تحكي الكل في البودكاست. اون توكا نتمنى. حلو برشا، اصلا العنوان في بعد فلسفي وفي برشا حاجات هكا، خلينا نقولوا قيم مزيانه وحكايه وراء العنوان مزيان برشا. نورت اللي غدوه ان شاء الله مع العشرة نتاع الليل باش تكون الحلقه ال 10 نتاع الصباح. وميمه العشرة نتاع الصباح، علاش الصباح؟ علاش الصباح؟ على خاطر زاد قاعدين نشوفوا كيما انت قلت طفره كبيره في حكايه البودكاست في العالم الكل، مش كان في تونس معناتها، في العالم العربي، في العالم، في وزاره، وقاعدين نتبعوا شنو التقاليد اللي موجوده في البودكاست. لقينا اللي هما صباحي الناس يهبطوا الصباح، معناتها اللي بودكاست خشين الكل يهبطوا في الصباح. نهار لحد العباد دونك باش يكون بودكاست خشين زين، ما دام بودكاست خشين. احنا قاعدين ناخذوا اون با انفونتي لا رو، ما خلقناش العجله، قاعدين نتبعوا في الناس اللي خشين قبلنا باش نعملوا بالسوس نتاعنا، باش نعملوا على طريقتنا، خاطر كل انسان مختلف طريقته في الحوار مختلفه. لكن قاعدين نتبعوا في الناس اللي زاد ناجحين في العالم. نهار لحد الناس يبدأوا قاعدين في ديارهم، عندهم ريتم مختلف على وسط الأسبوع، يتفرجوا برشا على ليزيكرون. دونك قلنا هيتو نعطيهم أكثر وقت ممكن أنهم يشوفوا البودكاست، يكتشفوه ويختاروا الوقت اللي يتفرجوا فيه، خاطر هذيك القوة نتاع الديجيتال أنك تختار وقتاش تحب تتفرج. وذلك علاش قررنا أنه كل عشرة نتاع الصباح ونخرجوا من أي منافسة كانت مع أي ميديا آخر، نكون وحدنا في ثنية خاصة بنا. يعني فما دراسة تكون قبل ما تبدأ بديت البودكاست، حبيت يمكن تكتشف أكثر العالم هذا اللي نعرفه اليوم، معناها جديد علينا وغريب علينا. وولينا عرفت كأنه الإعلاميين اليوم زين بينا، كنت نتوقع أنه راك في تلفزة، أنت كانوا لك تجارب في تلفزة، ولكن الإعلاميين اليوم ولو كأنهم هاربين من القنوات التلفزية ومتجهين نحو الديجيتال. هو كلامك صحيح، كانت عندي تجارب في التلفزة وتعلمت منهم برشا وغلطت فيهم برشا، لكن فرحانة بأغلاطي اللي تعلمت فيهم. اليوم مش هروب من التلفزة، إن شاء الله التلفزة تكون انفلونس كما احنا نحبه، إن شاء الله نراو فيها برامج تشبه لنا، برامج مختلفة، برامج يرا فيها الناس الكل رواحهم، ما يبداش فما نمط واحد، هذا نتمناه بالطبيعة. لكن اليوم ديجيتال يعطيك أكثر مساحة، يعطيك أكثر حرية، وزيادة يعطيك انسيب الأخرى وطريقة فرجة مختلفة، ويعطيك وقت مختلف. فما إكراهات في اللي ميديا كلاسيك اللي يمكن في الديجيتال ما فهمش، مثلا أنا نجم نعمل انترفيو وان تو وان ساعة، ساعة نحكي فيها بالريتم اللي أنا نحب عليه، ما غير ضربة، ما غير ليزيفي كبار اللي هو تحبهم التلفزة، تحب البهرج التلفزة. البودكاست لي أقل، فيه أكثر سامبليسيتي، فما بساطة، فما أكثر سامبليسيتي، وزيادة في أكثر راحة. وما ما تعرف اللي في الميديا كلاسيك انت تعرف زيادة اكثر مني يمكن في حاجات، انه تلفزه لازم شوي ابهار، شويه حاجات باش تتعدى، لازم تكتشف شويه بوز صحيح باش ما يزيدش با، سي نورمال. الديجيتال ما يستحقش البوز زينب، مش ما يستحقش، كل شيء يستحق انه يتشاف، لكن يتشاف بانا طريقه ولانا غاية. انت غايتي انه ننفع الناس، انه العباد يتعلموا من اكسبيرينس نتاع ناس اخرين. اليوم كي انت غدوه تكون ضيفتي
نتمنى أنه الناس يكتشفوك، يكتشفوا تجارب الحياة متاعك، ويمكن يربحوا وقت باش ما يعملوش أغلاطنا، يتعلموا من تجارب الناس، وهذا اللي احنا نحب نعملوه في نورت، وإن شاء الله نتوصلوه. وانت دجا من ضيفك الاول ظهر اللي خلقت الجدل والبوز، والناس بدات تحكي. ضيفك عنده توا مده غايب عن الظهور الاعلامي، محمد امين الحمزاوي، اول ظهور باش يكون مع زينب الملكي. كيفاش اقنعته زينب؟ شنو هو قلت الامين باش قال اي نجي لزينب الملكي نحضر برنامجك؟ ظهر لي اول حاجه نحب نشكره معك انت، نحب نشكر محمد امين الحمزاوي، خاطر اعطاني برشا ثقه، وما هيش حاجة سهلة. نعرف اللي هو بعيد على الأضواء عنده مدة، ومحتفظ بخصوصيته عنده مدة، وأنا احترمت هذا جدا. فما نوع من الثقة بيناتنا، فما صداقة زادة بيناتنا، وفما احترام متبادل، وحس روحه اللي باش يكون يمكن في أمان زادة، يعرف اللي ما فما حتى فخ في هالبودكاست. الفكرة متاعي أني فقط بالحق وسنسغمه، وأنا أول المشاهدين للبودكاست، خاطرني أنا فيهم نصنعهم، أنه نستفيد من الاكسبيريونس نتاع بعضنا لا أكثر لا أقل. وذي حكينا فيه برشا، وعندي عام اللي حكيت على الفكرة، قال لي، قلت له كان استدعاك تجي، قال لي نجي. عنده عام عطاني الوعد هذا، وكان عنده وعد الحق وجي، وكانت حلقة أعتقد أنها باهية برشا لي أنا، خاطر تعلمت فيها برشا حاجات، ونتمنى أنه نتمنى باش تتفرج تستفيد من حاجات. كان نقول لك كانت عملية تيزينج هكا كواليس سكوبات، شنو هو أبرز التصريحات؟ ما نعرفش هكا تصريح ولا اثنين زينب هكا تودني باش يحكي عليهم يمكن محمد أمين الحمزاوي في حلقتك. اللي نقوله لك أميمة، اللي محمد أمين الحمزاوي حكيه من قلبه، حكي على صغره، حكي على طفولته، حكي على حاجات بطريقة فيها برشا بويزي. فيها حكي على والدته. أنا حسيت اللي في وقت ما كان الوقت قرالي سيستوندي، قرالي نرجعنا لأماكن معينة وشوفناهم بعيني هوا. فالحقيقة أنا تأثرت برشا بالحلقة، الناس اللي معايا الكل في Red Paper Agency، الكل اللي خدموا ونشكرهم برشا برشا على الخدمة بتاعهم، تأثروا برشا. وانكور اون فوا نتمنى انه هالحكايات هذوما الكل يوصلوا لك. انا نستنى رايك، نحبك تتفرج وتعطيني رايك. وعد باش نتفرج ونهار اثنين نقول لك ان شاء الله. نحبك تتفرج وتعطيني رايك، مهم جدا، خاطر تبارك الله سبقتني في الوان تو وان مع برشا فنانين، مع برشا بيبل، ونجاح كبير، وان شاء الله ربي يخليك يا ربي عيشك. فمهم رايك انك تعطيه لي، وانا نوعدكم بحلقه حقيقيه وحلقه سنسير وحلقه ما فيها حتى ارتفيس. ووعدكم زيادة في الحلقات الجايين، خاطر احنا صورنا عدد من الحلقات باش تكتشفوا الناس قول عليكم تراهم أول مرة حتى لو كان هم معروفين. نجم تقول لنا على أبرز الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين زينب، ولا تحب تخليهم سيربريز؟ خليك كامل الحرية. ليك أنت نقول لك اللي كنت سعيدة جدا. احنا صورنا 8 حلقات وكلهم مهمين جدا، وكلهم أسماء بارزة جدا. سعيدة أنه باش تكون فما البطلة الأولمبية إيناس مبكري، اللي الناس ما سمعوهاش برشا تحكي، وقت اللي الباركور نتاعها انسبيرون، هي شخص انسبيرون جدا، وبطلة أولمبية يجب أن نذكر بذلك. باش تكون بحذية زيدة سهير بن عمارة إن شاء الله. زيدة الطريقة أنا فرحانة بالأبريسيون نتاعها وبالوجود نتاعها معايا. برشا زادة دي شخصيز أخرين، مش نقول على كل شيء. أنا فما ناس وأسماء ديما يظهروا، متابعينهم كبار برشا بالملايين، ويمكن باش يظهروا بطريقة مختلفة جدا في نورت، وهذا سعيدة به جدا. عندي سؤال من عند صديقنا سامي. قولي. سامي في الديجيتال قال لك زينب ظهر فيكم صورتوا في الصيف، مصيفين خاطركم. هو الحقيقة مش نقول لك زادة لك أنت، برشا ناس ما يعرفوش هذا. احنا صورنا قبل الاحداث نتاع طوفان الاقصى، والحقيقه ما لقيناش الوقت انه يكون مناسب وقت الاحداث اللي صايره، كله ما زالت متواصله. استنينا حتى بدايه العام باش نبداو نهبطوا، كنا نجموا نهبطوا في اكتوبر، كنا فعلا حاضرين، لكن احتراما للناس الكل قلنا لا مش وقته، وخيرنا انه نبداو مع اول العام. هذه حاجه الاولى. ومن بعد قالوا لنا راهو فما كاس افريقيا وردوا بالكم، قلنا يلا ناخذوا ريسك ومره اخرى احنا ماشيين في طريق وحدنا. دونك عنده الحق سامي، مصيفين
عملوا ألف حق، كانت الدنيا سخونة في أكتوبر. إن شاء الله بالتوفيق لك زينب. أنا باش قبل ما نختم معاك سؤال قبل أخير، بيقلقك شنو يقارنوك بأنس بأي بي تولكس؟ حتى أنه الديكور يقول لك متشابه، البودكاست ينجم يكون كيما أنس، دونك الكومباريزون هذه تنجم تقلقك زينب، يعني تنجم تصعب عليك الأمور. أول حاجة أنا من اللي فان متاع أنس بوخاش وطريقته في الحوار وبساطة، ومن اللي فان بني بودكاست وان تو وان. فقط حكيت الديكور أن يكونوا نفس الحاجة، صحيح ونفس الحاجة، لكن ثم خليني أقول لك على الأقل 50 بودكاست عندهم نفس الديكور تاع أنس بوخاش. مش هو الوحيد لكن يمكن هو الأكثر انتشارا ورواجا في العالم العربي، ديك علاش الناس عملوا لغتران. ويا رب نكون في مستوى الحوارات اللي عمل فيها أنس بوخاش، ويا رب نكون بنفس النجاح. وأنا من أول المعجبين بالخدمة متاعه ومن اللي فان متاعه، لكن الحقيقة نتصور الانترفيو باش يكون مختلف، خاطر كل شخص حكايته وتجربته مختلفة وخاصة جدا، دونك ما ينجموش يكونوا اللي من الانترفيو. معناتها نتصور ان شاء الله بالتوفيق ليك زينب، نتمنى لك النجاح ان شاء الله. دونك غدوة العشرة متاع الصباح، غدوة العشرة متاع الصباح، اللي يكون مؤخر اللي يحب يعمل قهوة يتفرج على حاجة، اللي يحب يعمل برانش، اللي يحب وعد الفطور وقت القاعدة، اللي يكون في كرهبته زيد ينجم يسمع زيد اللي ينجم يسمع أبسلمو، حتى البودكاست أجوردي بكو غوغاردي مزيد بكو يكوتي. وراو إن شاء الله هالاثنين تنعطيك شوية أرقام على عدد متاع الناس اللي تابع على البودكاست اليوم. ظهر لي سبيت خين شرقيز البرشا ناس، كانت شرقيز لي أنا اللي ما كنش نعرف اللي في تونس زيد يتابعوا برشا، ثم لقيت الألاف متاع الناس اللي تابعوا في البودكاست واللي يصدقوا البودكاست أكثر من أي شيء آخر. ف أكثر من من الوسائل الإعلامية القديمة، الراديوات والتلفاز. أكثر من الوسائل الإعلامية القديمة، الراديو قعدت عندها برشا مصداقية عند الناس، برشا قرب وعلاقة كبيرة. وبهالي زادة هي مسألة متاع أشخاص، كيبدا أنت بنيت ثقة مع الناس وعلى مدة سنين الناس تملك، الناس يفهموا برشا وعندهم ذكاء عاطفي كبير برشا. بكرة والحاجة تتقدم ببساطة في تلفزة في راديو وإلا في بودكاست يتابعوها ويمنوها. أما الحقيقة كنت شقيق من العدد الكبير متاع الناس اللي قاعدين يتابعوا في البودكاست في تونس، كنت نعرف يفهم ملايين في أمريكا وفي أوروبا وغيره، ما كنتش نعرف اللي فما كوميونيتي كبيرة تابع في البودكاست في تونس بالدرجة. حاجة تجم كان تفرحنا، احنا نتمنى لك التوفيق زينوبة. إن شاء الله بالتوفيق ليك، نورت معايا زادة أنت نورة. لا لا ميرسي بوكو، شكرا لك يعيشك، شكرا لك زينب الملكي. دونك تتفرجوا عليها غدوة في لي بلاتفورم الخاصة ببرنامج نورت، سواء على يوتيوب على فيسبوك على انستغرام زادة كيف كيف. العشرة متاع الصباح ضيفها الأول باش يكون محمد أمين الحمزاوي، بعد شوية سيرين ميلاد تكون حاضرة بعدينا، نخرجوا موزيكا نسمعوا أديوس بصوت سيرين ميلاد وراجعين. أديوس أديوس، ميرسي محمد. أستار صباح الخير.